بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، أود أن أتأمل معكم معجزة عددية في القرآن في آخر سورة نزلت من القرآن، ونراها أمامنا ونعدها حرفا حرفا، لأن بعض الأحبة يشككون بنتائج الإعجاز العددي. اليوم سنكتب معا سورة النصر، وهي آخر سورة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. كان عمر هذا النبي 63 سنة. هذه السورة نزلت لتبين لنا أن أجل النبي قد اقترب، وبعض الصحابة الكرام أدركوا هذا الأمر واعتبروا أن سورة النصر هي إشارة إلى أن هذه آخر سنة من السنوات التي سيعيشها النبي 63. النبي عاش 63 سنة، والنبي اسمه في القرآن اسمه محمد رسول الله، هذا هو اسم النبي في القرآن، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. طيب، هنا نحن قمنا بعد حروف محمد رسول الله، طبعا سنشرح الآن، فقط أنا أعطيكم الفكرة ثم نرى أمامنا حرفا حرفا نعد لكي نرى المعجزة تتجلى أمامنا. أيها الأحبة، في كل القرآن، القرآن يتألف من 114 سورة، عددنا حروف محمد رسول الله في كل القرآن، في كل سور القرآن، هذه هي السورة الوحيدة التي عدد حروف محمد رسول الله فيها نفس عمر النبي عندما نزلت عليه هذه السورة، أي 63. عندما نزلت سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. عندما نزلت هذه السورة كان عمر النبي 63 سنة، وبعدها نزلت آيات قليلة من القرآن، ثم توفي وانتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أنا الآن سأقوم بعد حروف محمد رسول الله في سورة الفتح، في سورة النصر عفوا. دعونا نكتب هذه السورة أولا، يعني هنا نحن إذا كتبنا إذا جاء، طبعا إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذن هذه الآية الأولى، الثانية، الثالثة، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، صدق الله العظيم. إذن أيها الأحبة، دعوني الآن، أنا لدي عبارة، العبارة هي محمد رسول الله. انظروا أيها الأحبة هنا إذا سمحتم، العبارة هي محمد رسول الله،
طبعا أنا أريد أن أكتب بخط يعني أكثر وضوحا، خط ربما يكون غير واضح. محمد رسول الله. انتبهوا معي أحبتي في الله، أنا لدي هنا عبارة محمد رسول الله 12 حرف. لدي حرف الميم، الحاء، الميم، الدال، الراء، السين، الواو، اللام، الألف، لام، لامها. نريد أن نعد كم حرف ميم في سورة الفتح، ونضع تحت حرف الميم قيمة هذا الحرف، يعني القيمة العددية لحرف الميم كم. دعونا نعد حرف الميم ونحدد أينما وجدنا حرف ميم نقوم بتحديده. يعني هنا إذا جاء نصر الله والفتح ليس فيها ميم، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لا يوجد ميم. فسبح بحمد، الميم هنا، إذن هذه أول ميم. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا لدينا ميم واحدة فقط. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذن أنا هنا حرف الميم هنا أيها الأحبة تأخذ الرقم واحد، ولدي هنا ميم أيضا تأخذ الرقم واحد. إذن هذه الميم واحد وهذه الميم واحد أيضا. طيب الحاء، انظروا أيها الأحبة، إذا جاء نصر الله والفتح، هذه أول حاء هنا. إذن هذه أول حاء رقم واحد. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمدي. إذن هذه الحاء هي الثانية وهذه الحاء الثالثة. إذن 2 3 واستغفره إنه كان تواب. إذن أنا حرف الميم لدي هو 3، حرف الحاء عفوا محمد. الدال كم حرف؟ دعونا نعد. طبعا أنا يعني عددت هذا الكلام وأعرفه، ولكن هناك من يعني يحب أن يرى بنفسه حرفا حرفا لنتأكد. يعني حرف الدال أحبتي في الله، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون، هذا هو حرف الدال الأول. دعوني أستخدم لون آخر فقط يعني يكون أمر أوضح. إذا يدخلون هنا رقمها واحد، هذا هو حرف الدال. في ديني دال هنا 2، الله أفواجا فسبح بحمدي الدال هنا 3، ربك واستغفره إنه كان توابا. إذن حرف الدال ذكر 3 مرات، حرف الدال 3 مرات في هذه السورة. نتابع. الراء كم مرة ذكر؟ دعونا نعد حرف الراء. إذا جاء نصر واحد، ممكن نستخدم لون آخر هنا. نصر، إذن هذه نصر، هذا هو حرف الراء الأول هنا. الله والفتح، ورأيت الراء هنا رقمها 2. ناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، الراء هنا 3. واستغفره، الراء هنا 4. إنه كان توابا. إذن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، 4 راء. إذن الراء 4 هنا، الراء 4. السين كم واحد؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، إذن هذا حرف سين، يدخلون في دين الله أفواجا فسبح، هنا حرف سين رقم 2،
بحمد ربك واستغفره ثلاثة إنه كان توابا. إذن السين ثلاثة أيضا، مجموع السين في السورة كلها ثلاثة أحرف فقط، حرف السين ذكر ثلاث مرات فقط أيها الأحبة. طبعا نحن وضعنا برنامج إحصاء القرآن، يستطيع أي واحد أن يتأكد من هذه الحروف. لدينا هنا أيها الأحبة حرف الواو، سنعد كم حرف واو في السورة إذا جاء نصر الله والفتح، هذا رقم واحد، ورأيت اثنين، الناس يدخلون ثلاثة، إذا أصبح لدينا واحد اثنان ثلاثة، ثلاثة واو في دين الله أفواجا، هنا أربعة واو، أربعة. فسبح بحمد ربك واستغفره، إذا هنا خمسة، إنه كان توابا ستة. إذا حرف الواو تكرر ست مرات. طيب نضع هنا ستة. اللام كم مرة تكرر؟ دعونا نعد اللام بسرعة من دون أن نكتب الأرقام، لأن اللام تكرر تقريبا سبع مرات هنا أيها الأحبة. إذا جاء نصر الله، إذا اللام أولى واللام الثانية والفتح ثلاثة، هنا اللام وهنا لامين، ورأيت الناس، اللام هنا رقمها أربعة، يدخلون لام هنا خمسة، في دين الله ستة سبعة، أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذن لدينا سبعة أحرف لام. إذن وهنا أيضا لدينا الله، الألف كم مرة تكررت؟ انظروا معي أيها الأحبة، سأعد بسرعة، استخدم لون آخر فقط يعني لسهولة الأمر. هذا واحد اثنان ثلاثة، ألف واحد اثنان ثلاثة أربعة، هنا خمسة ستة، ورأيت ورأيت الألف، الألف هنا ستة، الناس سبعة، يدخلون في دين الله ثمانية، الألف هنا ثمانية، أفواجا تسعة، عشرة أحد عشر، بحمد ربك واستغفره 12، إنه 13، كان 14، توابة 15. دعونا نعد من الأول، إذا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، هنا الألف هنا سبعة وهنا ثمانية، والألف هنا تسعة وهنا عشرة وهنا أحد عشر، اثنى عشر، وهنا 13 وهنا 14 15 16 17. إذا لدينا حرف الألف ذكر 17 مرة، وقلنا اللام كم مرة؟ اللام سبعة، إذا هذه اللام سبعة وهذه اللام سبعة. بقي حرف الهاء، دعونا نعد حرف الهاء. إذا جاء نصر الله، الهاء هنا سأبحث عن لون مختلف. إذا جاء نصر الله، هذه هي الهاء رقمها واحد، والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله، الهاء هنا رقمها اثنين، أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره ثلاثة، إنه أربعة، كان توابا. لاحظوا حرف الهاء كله يعود على الله سبحانه وتعالى، يعني أنا أول مرة ألاحظ هذه الملاحظة. يعني هنا الهاء اسم الله، والهاء هنا اسم الله، وهنا إنه استغفره، الهاء تعود على الله، وإنه الله، يعني الهاءات كلها خاصة بالله، وذكرت أربع مرات. طيب إذا أصبح لدينا حرف الميم مرة
إذن حرف الميم ذكر مرة واحدة فقط أيها الأحبة في هذه السورة المباركة. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. طيب، أصبح لدي الآن هنا أحبتي في الله هذه هي العبارة، هذه هي العبارة هنا، محمد رسول الله. كل حرف من هذه الحروف تكرر بنسبة محددة في آخر سورة نزلت على النبي. طيب، كم عدد هذه الحروف، حروف عبارة محمد رسول الله؟ إذن أيها الأحبة، كل حرف من حروف محمد رسول الله تكرر في سورة النصر التي هي آخر سورة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 63 سنة، تكررت بنسبة محددة. دعونا نجمع هذه الأرقام. واحد هنا، طبعا هنا واحد، وثلاثة كم؟ أربعة، وهذا الواحد خمسة، وثلاثة ثمانية، زائد أربعة 12، زائد ثلاثة 15، زائد ستة 21، زائد سبعة 28. طيب، إذن 28. هنا سبعة عشر، إذن هنا دعونا نكتب كل محمد عليه الصلاة والسلام، واحد واحد، اثنان وثلاثة خمسة، وثلاثة ثمانية، هنا ثمانية محمد رسول، أربعة وستة عشرة، وعشرة عشرين، رسول عشرين، إذن المجموع 28. الله تعالى 17 وسبعة 24، وسبعة 31، وأربعة 35. طيب، 35 زائد 20 55، زائد 8 63. إذن مجموع حروف محمد رسول الله هو 63. مجموع حروف محمد رسول الله في سورة النصر هنا يساوي 63. طيب، ما هو العدد 63؟ هو عمر النبي عندما نزلت عليه هذه السورة المباركة. إذن أيها الأحبة، هنا عندما نرى كيف تتداخل الأرقام مع اللغة، يعني هذه السورة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء نصر الله والفتح، وبالفعل رأى الفتح ورأى النصر، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إذن اكتمل الدين، فسبح بحمد ربك. فكل الإضافات التي جاءت بعد النبي على هذا الدين لا أصل لها، انتهى بنزول هذه السورة وبنزول آية اليوم أكملت لكم دينكم، وآخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، اكتمل الدين. فكل الروايات التي نسجت بعد موت النبي والأحداث كلها ليس لها أي قيمة أمام هذا القرآن، لأنها أحداث تاريخية، هذا قتل هذا، وهذا أخطأ بحق هذا، أنا ليست مهمتي، أنا الذي يعنيني كلام الله، اليوم أكملت لكم دين، اكتمل الدين، انتهى الأمر، لا داعي للإضافات التي جاءت لاحقا وأنشأت هذه الفرق الإسلامية للأسف. فهنا أيها الأحبة، أنا أريد أن أطرح سؤالا دقيقا، يعني انظروا
حروف محمد رسول الله، مجموع هذه الحروف في سورة النصر هو 63، نفس عمر النبي عندما نزلت عليه هذه السورة وختم بها القرآن، آخر سورة كسورة كاملة يعني، آخر سورة كاملة نزلت من القرآن. طيب، هل النبي كان يعلم أجله؟ لا أحد يستطيع أن يعلم أجله. هل النبي هو الذي وضع هذه الأرقام ليبهرنا؟ لا. طيب، نحن طبقنا هذا القانون على كل القرآن، فقط هذه السورة التي فيها حروف محمد رسول الله 63، كل سور القرآن لا تتحقق فيها هذه المعادلة، ولا حتى مضاعفات 63، يعني ليس العدد لا 63 ولا مضاعفات. إذن أنا هنا أمام معجزة مادية ملموسة، يوجد مثلها الآلاف في القرآن، الآلاف المعجزات موجودة في القرآن أيها الأحبة. أختم بمعجزة يعني، وطبعا يصعب شرحها الآن ولكن بكلمات قليلة. نحن بحثنا عن حروف محمد في القرآن كله، أقصد في سور القرآن 114، لم نجد إلا سورة محمد يكون فيها عدد حروف محمد مضاعفات 63، 63 في 8 عدد أبواب الجنة. إذن يعني، وفي سورة محمد لا يذكر اسم محمد رسول الله مثلا، يذكر اسم محمد فقط، آمنوا بما نزل على محمد فقط، لا يوجد لقب. لذلك اسم محمد هنا، حروف محمد لو عددناها بنفس الطريقة نجد أنها تساوي 504، يعني 63 مضروبا في 8. إذن عندما نرى بأن القرآن مليء بهذه المعجزات، لابد أن ندرك أحبتي في الله أنه أولا لم يحرف، وأن هذا القرآن وصلنا كما أنزله الله سبحانه وتعالى، والدين مكتمل، لسنا بحاجة لرواية تاريخية وأكاذيب وإلى آخره، نحن لدينا القرآن وفيه كل شيء تبيانا، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهذه المعجزات تشهد أن هذا النبي صادق في دعوته، وهذه معجزات تتجلى اليوم في القرن 21 تخاطبنا بلغة الأرقام، لندرك أن هذا القرآن لا يمكن الإتيان بمثله. يعني هل يستطيع أحد أن يؤلف سورة ويضع حروف اسمه بحيث تتناسب مع عمره مثلا؟ وقلت لكم هناك آلاف النتائج الشبيهة، والأقوى من هذه أيضا والأكثر إبهارا تتعلق بالعدد 63، ولكن أنا فقط أحببت اليوم أن أفصل لكم هذه المعجزة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها كل من يشاهد ويرى ويسمع هذا الإعجاز المبهر، وأن ينفعنا به يوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.